السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامجكم طبعة المشاهد. ونبدأ بالعناوين. أهمية تدليل عقبات الاستثمار ودورها في توسيع المداخيل الاقتصادية. تكريس مفهوم الوطنية بتأصيل حب الوطن وتقوية الانتماء إليه. التصدي للعمليات الإرهابية بتفعيل قانون العقوبات. أهلا بكم، وبداية من مقالات الصحف المحلية، صحيفة الشرق الأوسط ومقال بعنوان نحو سياسة استثمارية أفضل، كتب حسن شبكشي، قال إن كل دول العالم تسعى لتوسيع وتطوير مداخلها عبر تنويع المصادر الممكنة وتقليص الاعتماد على مصدر واحد، ولكن قد يكون هذا الكلام من البديهيات الاقتصادية، فمنها من تمكن من توسيع مصادر الدخل بشكل إيجابي، ومنها لا يزال أسير المصدر الواحد. وفي السعودية وضعت الدولة أهدافا اقتصادية واضحة وصريحة في خططها المطروحة، وكان من أهم أهدافها توسيع المداخيل الاقتصادية بعيدا عن النفط. وأشار الكاتب أن على الهيئة العامة للاستثمار أن تتعامل مع المستثمر الأجنبي على أنه فرصة يجب استثمارها، وتوفر له كل السبل والتسهيلات حتى يزيد من حجم استثماراته ويضاعف فرص الاستفادة محليا منها. ومن صحيفة البلاد، عبد الناصر الكرت كتب مقال بعنوان التربية والمواطنة و المستجدات. ذكر أن التربويون أدركوا أن التربية وسيلة وهدف يخص المجتمع ككل، كما تشترك في عملية التربية جهات عدة، كونها تهتم بتوجيه النشأ من سن مبكرة وفق سياسات بعيدة المدى لتهيئة الأجيال وفق الأسس الصحيحة. ولعل المواطنة إحدى منطلقات التربية، وقد جاءت سياسة التعليم في المملكة على هذا النحو، حيث يهتم بتربية المشاعر وتكريس مفهوم الوطنية بتأصيل حب الوطن في النفوس وتقوية الانتماء إليه والإحساس بأهميته والمحافظة عليه والدفاع عنه. ولأننا نمر بمنعطفات خطيرة، فإن من واجب جميع المربين الاهتمام بالأمر وترسيخ هذا الجانب في كل الأوقات والعمل بكل عناية لتهيئة الأجيال للتفاعل الحضاري وتحقيق المواطنة في ظل التربية السليمة. وإلى صحيفة عكاظ ومقال بعنوان السجون دور إصلاح، للكاتب محمد الحساني، حيث قال حول تصريح صحفي بأن عودة بعض السجناء إلى سلوكه الإجرامي عقب الإفراج عنه، كما أن عودة بعض الوافدين من دول العربية مجاورة بعد إبعادهم تمثل مشكلة لإدارات السجون، يتسبب ذلك في تكدس بعضها وزيادة أعداد النزلاء السجناء بما يفوق الطاقة الاستيعابية لها. فهذه المعلومة تدل على أن أعداد العائدين إلى السلوك الإجرامي كبيرة نسبيا مقارنة بمن غادر مغادرة نهائية، فتكون عودته سببا الأساسية للتكدس. وفي هذه الحالة فلا بد من طرح سؤال عن مدى فاعلية وجدية برامج التأهيل والإصلاح التي بموجبها أصبح السجن يسمى إصلاحية. واختتم الكاتب، لا بد من حلول لمشكلة التكدس القائم وعلاج لأسبابه، وعلاج أشمل وأقوم يؤدي إلى جعل السجون دور إصلاح. ومن صحيفة عكاظ إلى صحيفة الوطن، والكاتب عبد الله المطيري تصدر عنوان مقاله الزواج وحقوق الطفل. قال كثير من الرافضين لزواج الطفلات يشعرون بعدم عدالة هذا الزواج بسبب استغلال الطفولة لأغراض مالية أو اجتماعية، بمعنى أن هذا الزواج علامة على الظلم الاجتماعي والقمع والاستغلال. ومن أكثر القضايا جدلا حول حقوق الأطفال في الساحة المحلية قضية زواج الصغيرات، وقال سأستخدم هذه القضية هنا لمحاولة اختبار وفهم تفكيرنا ومواقفنا حيال حقوق الطفل. ليكون مثالنا طفلة عمرها 7 سنوات يتقدم لها رجل عمره 70 سنة يريد الزواج منها. لنفكر الآن في عدد من المواقف المحتملة تجاه هذا الأمر، ففي هذه المواقف والمبررات يفترض أن نحفز التفكير في قضية حقوق الأطفال بشكل معمق. وجاء في صحيفة الاقتصادية مقال الكاتب خالد السهيل بعنوان وباء اسمه الإدمان. ذكر بأنه يمكن النظر للإدمان باعتباره وباء، لأنه يحول المرء إلى شخصية أسيرة مسلوبة الإرادة، وردود أفعالها تجاه المحيط الخارجي تتباين. هذه الصورة القاتمة يجهلها كثير من أفراد المجتمع، كما أنهم يجهلون أصلا مظاهر الإدمان التي قد يعانيها الإبن وحتى الإبنة، والنتيجة أن الغالبية تستر على الأمر ويحاول أن يتصالح
يتصالح معه بدعوى كثيرة يأتي في مقدمتها الخوف من العيب. وأضاف أن المسألة تستفحل لتبدأ الممارسات المرعبة التي تستهدف انتزاع المال من الأسرة بالقوة وأحيانا سرقته أو توفيره من خلال السعي لبيع أي شيء بكل ما تحمله عبارة أي شيء من شمولية. وللتعليق على مقال صحيفة الوطن بعنوان الزواج وحقوق الطفل للكاتب عبدالله مطيري، يسعدنا أن نستضيف الباحث الاجتماعي الأستاذ خالد الدوس. بداية أستاذ خالد، أهلا بك. تعتبر قضية زواج القاصرات من أكثر القضايا جدلا في الساحة المحلية، ما هي الأثر النفسية والاجتماعية التي تتعلق بالفتاة التي تتزوج في هذه السن الصغيرة؟ تفضل أستاذ خالد. اهلا بك استاذ خالد. سؤالي يا استاذ خالد، تعتبر قضيه زواج القاصرات من اكثر القضايا جدلا في الساحه المحليه، ما هي الاثار النفسيه والاجتماعيه التي تتعلق بالفتاه التي تتزوج في هذه السن الصغيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لما نتكلم عن ظاهره زواج القاصرات، تعتبر ظاهره اجتماعيه موجوده طبعا في المجتمعات العربيه بالتحديد، ومجتمعنا السعودي طبعا يعاني من هذه المشكلة. طبعا ما نقول ظاهرة في المجتمع السعودي لأن الحمد لله لم تصل لحد الظاهرة، نعم، لكنها تعتبر مشكلة قائمة. وطبعا هذه المشكلة تواجد في القرى النائية والبادية، وهي طبعا أقل مجتمع أقل تعليما في المجتمع. نعم. طبعا مشكلة زواج القاصرات في المجتمع السعودي تظهر، نعم، طبعا كمفهوم سوسيولوجي أو مفهوم اجتماعي. طبعا زواج الرجال كبار سن بفجأة صغيرات لأسباب اقتصادية أو اجتماعية. نعم. بالإضافة إلى الزواج، هذا يعتبر نوع من أنواع العنف الأسري. طبعا لما نتكلم عن العنف الأسري يشتمل على عدة أنواع أو عدة مظاهر. نعم. من هذه طبعا من مظاهر العنف الأسري العنف النفسي أو العنف الاقتصادي أو العنف الاجتماعي، العنف البدني، أو حتى العنف الرمزي. ولما نتكلم عن العنف الرمزي إنه يقصد الاحتقار والاضطراب. نعم. بالإضافة طبعا إلى العنف البدني والعنف الجنسي والعنف الاجتماعي. لما نتكلم طبعا عن العنف الاجتماعي يقصد طبعا حرمان الزوجة أو حتى الطفل. طبعا لما نتكلم عن زواج القاصرات من ذهاب لحالها، طبعا الفترة قد تكون شهر شهرين، هذا يسمونه العنف الاجتماعي، يعني حرمان الزوجة من الذهاب لحالها أو الخروج للقاعد. جيد. طبعا هذه تعتبر مشكله، لا تقول ظاهره لان الحمد لله لم تصل حد الظاهره، لكن قد تكون ظاهره على المجتمعات العربيه بالتحديد في المجتمعات تعاني من الفقر، تعاني من مشاكل اقتصاديه ومن مشاكل معيشيه، فيتحتم الامر ان يقام هذا الزواج. لكن طبعا احنا لما نتكلم في المجتمع عن هذه الاشكاليه او هذه المشكله، طبعا لها عده اثار، قد تكون لها اثار صحيه، قد تكون لها اثار نفسيه، قد تكون لها اثار بدنيه، قد تكون لها اثار اجتماعيه، وربما لا اتكلم في الجانب الاجتماعي او السياق السلوكي. فطبعا هناك عده اثار قد يكون ينتج من هذا الطلاق الغير متكافئ تشتت الابناء او انحرافهم سلوكيا باعتبار ان هذه الزوجه طفله وقد تزوجت مرجع طاعا في السن. وقد تنحرف هذه الطفله بعد ان تترمم او حتى في ظل وجود زوج كبير سن. نعم. فقد يكون برضو الحياة الأسرية اللي تعيشها في الزوجة أو الطفلة الصغيرة مع رجل كبير سن يتمخض عن هذا الزواج عدة مظاهر من العنف. قد يظهر العنف الأسري، قد يظهر العنف البدني، قد يظهر العنف الرمزي، العنف النفسي، العنف الاقتصادي والعنف الاجتماعي. جيد استاذ خالد. طبعا هذه مشكلة نعاني منها في المجتمع. نعم. وأخشى أنها تتسع دائرتها المظلمة وتتحول إلى ظاهرة، لذلك ينبغي وضع عدة حلول نضمن على الأقل. لكن أستاذ خالد، رغم رفض غالبية المجتمع السعودي لهذه الظاهرة، إلا أن هناك بعض الأسر لا زالت تصر على إتمام مثل هذه الزيجات. كيف ترى أهمية تقنين زواج القاصرات وسن تشريع يحدد سن الزواج؟ يا أستاذ الكريم، طبعا المجتمعات تتكلم عنها أول، طبعا هذا الزواج يظهر في القرى النائية أو البادية، تعتبر الأقل تعليما في المجتمع. نعم. طبعا قد يكون ظروف اقتصاديه، قد يكون ظروف معيشيه يتحكم الامر لاقامه هذا الزواج غير متكافئ. جيد. ولكن ينبغي فعلا وضع عده حلول، لان انا اخشى ان تتحول لظاهره، هي مشكله. تتحول لظاهره. نعم. ولن ننتظر ان تتحول الى ظاهره طالما ان هناك يعني عده حلول نضمن على الاقل توازن هذه الظاهره. وربما وضع فعلا نصوص يعني تجرم سواء لولي امر الزوجه او القاصر او من يعقد نكاح حد برضه، يعني يجب يكون هناك برضه حلول علمية تضمن الحد من انتشار هذه المشكلة، وأخشى أن تتحول لظاهرة.
نعم. لكن فعلا ينبغي فن قانون يعني يجرم هذا النمط من الزواج، لان الزواج غير متكافئ وقد يترتب عليه الكثير من الاثار النفسيه، الاثار الاجتماعيه، الاثار الامنيه برضه، والاثار الصحيه. لذلك ينبغي فعلا فن عده قوانين تحت حد من انتشار هذا النوع من الزواج. نعم. اللي انا اعتبره زواج فعلا غير متكافئ وثقته واصدقاء، يجب نعم. يكون هناك فعلا حلول. يعني انا للاسف بحثت عن دراسات، نعم عندي دراسات، يمكن باستثناء دراسه واحده قام الدكتور يحيى حسين الحكمي من جامعه المكسور، يعني في دراسه تعتبر الاولى اللي اقامها قبل يمكن عده سنوات، نعم. وكانت فعلا دراسه حقيقه ثريه. يعني انا اكتشفت فعلا ان هناك عده اسباب كثيره يعني وراء ظهور هذه جيد الصحة. جيد. ولكن نرجع نقول ينبغي فعلا سن قانون للحد من هذا الزواج غير المتكافئ، يضمن فعلا حقوق، يضمن حقوق الطفل، واعتقد حقوق الطفل يعني من 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 الاشياء اللي فعلا يجب ان يعطى كثير من الاهتمام. يعني وانا اقول لك الدراسه اللي طرحت عليها كشفت معطياتها اللي العبها الدكتور الحكمي، كشفت معطياتها ان فعلا السبب الجوهري طيب اذا استاذ خالد احنا نكتفي بهذا التعليق، شكرا لك جزيلا الباحث الاجتماعي الاستاذ خالد الدوس. ومن المقالات الخليجية والعربية، صحيفة البيان الإماراتية ريادة العطال الكاتبة نورة سويدي قالت: أكدت منظمة الصحة العالمية على لسان مديرها الإقليمي حين قال إن دولة الإمارات تتقدم دائما صفوف دول المنطقة والعالم في الدعم والعطاء والمساندة، ويشمل هذا إسهاماتها الكبيرة والمعروفة في دعم القضايا الصحية في المنطقة العربية وحول العالم، وتبرعاتها الكريمة المخصصة لمساعدة ضحايا حالات الطوارئ والكوارث والصراعات وتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل الحكومات والمنظمات الدولية. فالكوارث التي تثقل كاهل الحكومات والمنظمات الدولية تجد يد الخير والعطاء ممدودة من دولة الإمارات في أي بقعة من بقاع الأرض سباقة مبادرة. وإلى صاحبة أخبار الخليج البحرينية مقال بعنوان تماسك الكاتبة طفل الخليفة، ذكرت أن رئيس جمعية المحرق للمتقاعدين أن أهالي المحرق يترقبون خبر عودة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة إلى أرض الوطن بعد سفر لإجراء الفحوص الطبية ونجاحها، وأن هناك مبادرات شعبية من مختلف مناطق البحرين لاستقباله، وأن أبناء المحرق سيخرجون ترحيب وفرح بسلامة سموه، وذلك تفاعلا مع الروح التي درجت عليها البحرين التي يمثلها سمو رئيس الوزراء، روح المجتمع الواحد والترابط وعدم إلغاء الآخر وعدم إتاحة الفرص للأعداء الخارجيين ليعيثوا فسادا في البحرين. وختمت بأن خطوات التماسك والاتحاد هي حائط الصد أمام المخربين والمشككين والساعين لتمزيق البحرين من أجل أن يسيطر عليها الأعداء ويحكمها التابعون من خلالهما. ومن آخر مقالات الصحف اخترنا لكم صحيفة الوفد المصرية ومقال الكاتب بهاء عنوانه مواد مكافحة الإرهاب، بدأ أن مواد الإرهاب في قانون العقوبات كافية تماما لردع الإرهابيين، ولسنا في حاجة إلى نصوص عقابية جديدة في هذا الصدد، لكن الأهم في هذا الشأن هو تفعيل هذه النصوص وتطبيقها على كل من تسول له نفسه أن ينال من المواطن والمواطنين. والحقيقة أننا في حاجة ماسة وشديدة إلى قوانين إجرائية تحقيق المحاكمات الناجزة، ولو تم ذلك ستكون هناك بالفعل قوانين رادعة وحاسمة ضد هؤلاء الإرهابيين. وقال أيضا: نحن بالفعل نحتاج إلى المحاكمات العادلة والسريعة لتحقيق تطبيق القانون في الردعية والزجر. وللتعليق على مقال صحيفة الوفد بعنوان مواد مكافحة الإرهاب، يسرنا أن استضيف السيد عصام العبيدي نائب رئيس تحرير جريدة الوفد. بداية سيد عصام مرحبا بك. في آخر عملية إرهابية شهدتها مصر في سيناء والتي راح ضحيتها أكثر من 31 جندي، حمل الرئيس المصري جهات خارجية مسؤولية تمويل العمليات الإرهابية في مصر، يعني هل تتوقع وجود أياد خفية تقف خلف هؤلاء الإرهابيين، ولماذا يريد هؤلاء الإرهابيين تعطيل برامج التنمية في مصر؟ بالتأكيد هناك أيادي خارجية، يعني حتى قبل أن يقولها الرئيس عبد الفتاح السيسي كنا ندرك أن هناك أيادي خارجية في هذه العملية سواء بالتمويل أو التدريب، لأن هذه العملية تمت باحترافية شديدة وتمت بإمكانيات مادية لا يمكن توفيرها إلا من قبل دول. نعم. فبالتأكيد هناك دول تعبث الأمن القومي المصري
هناك دول يعني للأسف منها دولة عربية شقيقة، لكنها كل هذه الدول هدفها الوحيد هو تركيع مصر وإجهاض تجربتها الإنمائية التي بدأ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروعات عملاقة، سواء في استصلاح الأراضي والتي بدأنا في استصلاح 4 مليون فدان فيها، أو مشروع قناة السويس العملاق والكفيل بنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة. إذن كل هذه التجربة الإنمائية استفزت هؤلاء وجعلتهم يتحالفون في تحالف الشر. نعم. قوى الشر اجتمعت سويا وقرروا يعني التعكير على صفو مصر بهذه العمليات ل استنفاذ قوة الجيش المصري ولمحاولة يعني تعطيل مسيرة التنمية في مصر. جيد. السيد عصام، برأيك كيف ترى مستوى الإجراءات الأمنية التي باشرت مصر باتخاذها فورا في سيناء؟ هل تكفي هذه الإجراءات وحدها للتصدي لتلك المؤامرات الشريرة؟ دعني أقول لك وللسادة المشاهدين أن القوات المصرية المتواجدة في سيناء الآن لا تتعدى يعني 20% من عدد الجيش المصري. نعم. ومن هنا أقول لك أن الجيش المصري قادر وكفيل على القضاء على شأفة الإرهاب في سيناء، لكن كانت مشكلته الكبرى أن أيديه مغلولة بسبب تواجد هؤلاء الإرهابيين وسط مجموعة من المدنيين من أهلنا في سيناء يحاولون الاختفاء وسطهم أو اتخاذهم دروع بشرية والاحتماء بهم من الجيش المصري وقوات الأمن. هذه هي كانت المشكلة أمام الجيش المصري. نعم. لذلك الجيش المصري وعى الآن لهذه التجربة، وهناك شريط عازل يتم الآن ب يعني عرض 1500 متر وطول 14 كيلو متر. نعم. يتم تفريغ جميع المساكن المتواجدة في هذا الشريط الحدودي وتعويض أصحابه حتى تكون العمليات الإرهابية مكشوفة لأجهزة الأمن، وحتى تستطيع طائرات الأباتشي. نعم. والقوات الموجودة على الأرض لصياد هذه الفئران المتوحشة والقضاء عليها إن شاء الله في القريب العاجل. فالجيش المصري يملك من القوة ويملك من الكفاءة في القضاء على هذه العناصر الإجرامية خلال أيام وليست خلال شهور. الآن ننتقل وإياكم إلى أبرز ما جاء في الصحف العالمية، وفينا بها مراسلنا سامان فخري من ستوكهولم. مرحبا بكم في هذه الجولة السريعة في أهم ما تناولتها الصحف السويدية الصادرة لهذا اليوم. نستهلها من صحيفة أفتون بلادت، والخبر الأبرز هو السويد تعترف بدولة فلسطين قريبا، حيث تمت الصحيفة ومعظم الصحف السويدية الأخرى بإعلان رئيس الوزراء ستيفان لوفين في البرلمان السويدي يوم أمس، حيث أعلن بأن السويد ستعترف قريبا بدولة فلسطين بشكل رسمي رغم معارضة تحالف يمين الوسط ذلك. وبحسب الصحيفة ونقلا عن لوفين بأن الاستراتيجية السابقة تجاه هذه المسألة لم تكن ناجحة، والآن هو الوقت المناسب للقيام بشيء ما. ومن جهتها انتقدت المعارضة إعلان لوفين كما تقول الصحيفة، والجدير أن الحكومة السويدية الحالية عبرت عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين عشية فوزها بالانتخابات الأخيرة التي أجريت في سبتمبر الماضي. ونبقى في الشأن السويدي، حيث نشرت صحيفة الميترو متابعة خبرية عن عمليات البحث عن الغواصة التي اكتشفت في المياه الإقليمية السويدية الأسبوع الماضي. الخبر يحمل عنوان روسيا تصف العمليات العسكرية السويدية بالكوميديا المأساوية. تقول الصحيفة أن عمليات البحث عن الغواصة التي رصدت في المياه الإقليمية السويدية والتي كانت الشكوك تحوم حولها بأن تكون غواصة روسية للتجسس، وحينها انطلقت عملية عسكرية استخباراتية سويدية شاركت فيها قطاعات عسكرية بحرية وجوية. وفي هذه الأثناء صرحت الحكومة الروسية على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال لوغور كوناسينشنكوف وبلهجة ساخرة أن تكهنات السويد بوجود غواصة روسية في مياهها محض خيال استخباراتي، وأن العملية العسكرية التي جرت هي كوميديا مأساوية وتشبه مسار أفلام للكارتون. وبحسب الصحيفة أن أجواء التوتر قائمة بين البلدين نتيجة هذه التصريحات المتبادلة.
ننتقل إلى صحيفة سفينسكا داك بلاتت التي تتابع الأحداث الجارية في مدينة عين العرب كوباني، حيث نشرت خبرها بعنوان كوباني لا تزال تقاوم والبيشمركة في طريقها للعون. لا يزال الاقتتال محتدما في مدينة عين العرب كوباني بين داعش ووحدات الحماية الكردية للسيطرة على معبر مرشد بينار الواقع على الشريط الحدودي مع تركيا، والذي يعد المنفذ الرئيسي لإيصال الإمدادات للأكراد المقاتلين داخل المدينة. وفي حال السيطرة على هذا المعبر فيعني ذلك سقوط المدينة بحسب الخبر. ومن جهة أخرى أعلن عن البدء في إرسال مجاميع من البيشمركة الكردية من إقليم كردستان العراق للمشاركة في القتال إلى جانب وحدات الحماية ضد داعش، وأن هذه المجاميع مجهزة بالأسلحة الثقيلة التقليدية ولن تضم أسلحة من التي أرسلتها قوات التحالف إلى إقليم كردستان العراق مؤخرا بحسب الصحيفة نقلا عن مسؤولين أكراد. وانتقال إلى صحيفة الإكسبريس وخبر عن الانتخابات التي ستجرى في المناطق التي تسيطر عليها الانفصاليين الأوكران. الخبر بعنوان روسيا تعلن دعمها لانتخابات الانفصاليين في أوكرانيا، حيث أكدت روسيا بحسب الخبر دعمها للانتخابات التي ستجري في 2 نوفمبر القادم من قبل الانفصاليين الأوكران في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في لوغانسك ودونيتسك، وستعترف بنتائجها على الرغم من تحذيرات للمسؤولين الأوكران بأن ذلك من شأنه تقويض عملية السلام الجارية بين روسيا وأوكرانيا. ولكن الرد الروسي حول ذلك يقول بحسب الصحيفة أن هذه الانتخابات سوف تؤكد للعالم وبشكل ديمقراطي حقيقة الموقف الشعبي في تلك المناطق الخاضعة للانفصاليين الأوكران من قرارهم البقاء أو الانفصال عن أوكرانيا، وأن موسكو تؤيد أي عملية ديمقراطية في أوكرانيا. ختاما مع خبر طبي نشرته صحيفة داغس نهتر بعنوان اكتشاف نوع جديد من إنفلونزا الخنازير في السويد يصيب الإنسان، حيث تم الكشف ولأول مرة في السويد عن نوع جديد من إنفلونزا الخنازير يصيب الإنسان، والمعروف عن فيروس المرض أنه وفي الحالات الطبيعية يتواجد فقط لدى الخنازير، لكن الاكتشاف الجديد أوضح إمكانية انتقاله إلى البشر. وكان وباء مرض إنفلونزا الخنازير الذي تفشى في العام 2009 سببه كان فيروسا يتواجد عند الخنازير وانتقل منها إلى الإنسان، وتم اكتشاف النوع الجديد من الفيروس عن طريق تقنية جديدة تتيح معرفة الجين الفيروسي بأكمله. وشكرا على المتابعة وعودة بكم إلى الرياض. الآن نتابع وإياكم فقرة الكاريكاتير. بهكذا وصلنا وإياكم إلى ختام فقرات طبعة المشاهد لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.